نصور ايش قاعد يقول خلص برنامج او تعال هيك نصور في الليل. تيجي تحرس هان انت لحالك بتستجريش يعني مدة مرات اخذوا التراكتر اخوي هذا ورحنا دفعنا عليه 10,000 شيكل تطلعنا كان منطقة عسكرية هاي منطقة عسكرية يا زلمة الله اكبر بروح كل اشي بروح الزيتون بس احنا من دون تنسيق بنيجي بنجد ارضنا لان لو احرقوا سيارات لو ضربوا شو بدنا نسوي لا حول ولا عم شايف؟ لأن هويتها مش بس. لأن هويتها. عباس إني ما يجوا بنوقعهم عليهم والناس والصحابين.